اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. الابداع والتميز دائما على شاشه النايل لايف. النهارده مع بعض هنتجول داخل المطبخ الجميل مطبخ شيف ونص، وبناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بتواصلوا معانا على صفحتنا الكوردون بلو من المطبخ الايطالي. كوردون بلو يعني صدر دجاجه نفتحه على شكل جيب نحشيه الحشوه اللي انتوا حابينها. في اسهل من كده وابسط من كده؟ فاذا يقال هنا السهوله والبساطه والمرونه على النايل لايف. تعالوا مع بعض، بنجيب صدر الدجاجه متوسط الحجم اللي بيعمل تقريبا 200 جرام. من غير تتبيله ولا اي حاجه بنعمل حشوه بتحبها افراد الاسره. ولكن مع شيف ونص النهارده هيشرح موضوع الكوردون بلو وازاي يتعمل الشوفان ندخله في الكوردون بلو، معانا البقسماط والدقيق، نقدمه مع صوص طماطم بالريحان جميل جدا بما ان الطبق ده من المطبخ الايطالي، والحشوه هيكون معانا تشيز لافر، معانا جبنه بارميزان وجبنه شيدر وجبنه موزاريلا، تشكيله من الجبنه جميله هتدخل جوه الدجاج ونقليها ونحمرها ازاي ونحافظ على الجبنه جوه الدجاج، ده اللي هنشوفه مع بعض واسرار الكوردون بلو. المفاجاه النهارده معانا برضه بناء على رغبه الستات الحلوين وامهاتنا اللي يعتبروا وسام على صدرنا، البسيسه اللي هي خليط ما بين نوعين من الدقيق، دقيق الذره الاصفر والدقيق الابيض القمح، يعني دقيق ذره اصفر ودقيق ابيض ملح. دي اكله من المطبخ المصري الجميل، هنعملها النهارده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، ونشربها عصير برتقال ماشي، عسل ماشي، شربات ماشي، حسب الرغبه وحسب الفليفر اللي انتوا حابينه. ممكن نحط مع الشربات هيل، قرفه، عصير ليمون، اللي انت هتحطيه هتدويه في بقك في الاخر. حلو الكلام؟ نبدا بايه يا شيف؟ طبعا البسيسه لانها بتتحط في الفرن، عايزينها 30 دقيقه 35 دقيقه على الاقل، فنبدا بمقاديرها ونشوفها مع بعض. مقادير البسيسه على الشاشه والصوره تتحدث عن نفسها. البسيسه معانا اول حاجه 4 بيضات، حلو، ومعانا كمان 2 كوب ذره اصفر، معاهم 1 كوب دقيق ابيض، معانا 1 كوب من الحليب، معانا كمان ما ننساش 1 كوب من السكر، ما ننساش 3/4 كوب من الزيت، ما ننساش 1/2 كوب سمنه. المقادير انا هقولها لحضراتكم بالترتيب على الشاشه، بسيطه جدا وسهله. هقولها تاني، معلقه بيكنج باودر دي اساسي. المقادير على الشاشه عباره عن 2 كوب دي ذره اصفر اللي هو دي الذره، حلو الكلام، ومعانا 1 كوب من الدقيق، بنخلط الاثنين مع بعض، معاهم معلقه بيكنج باودر عشان المواد الجافه مع بعضيها، معانا مواد سائله 4 بيضات، 1 كوب حليب، 1 كوب من السكر، 3/4 كوب زيت او سمنه حسب الرغبه، الفانيليا بتاعتنا دي اساسي. شفنا المقادير مع بعض، هنقولها تاني سريعا بسرعه عشان حضراتكم، مقاديرها مهمه جدا. المقادير 2 كوب دي ذره اصفر، 1 كوب دي ابيض هنخلطهم مع بعض، البيكنج باودر معانا معلقه، معانا 1/2 3/4 كوب من الزيت او السمنه، وما ننساش طبعا كوب من الحليب، كوب من السكر ده مهم جدا، و4 بيضات وفانيليا ومعلقه بيكنج باودر. ورينا يا شيف هتعملها ازاي وهتطلع معاك في الاخر ازاي. طبعا في الاول خالص بتكون رؤيتك للمطبخ المقادير اللي انت عاملاها حسب حجم الصينيه عندك. الصينيه ممكن يكون قطرها 30 سنتي او 40 سنتي، القطر اللي هو نص القطر في 2، انا عارفها كده من ايام الدراسه، نص القطر في 2 بيدينا القطر، فلما بقول صينيه قطرها 35 سنتي او 40 سنتي بتكون بالشكل ده كده، يعني من هنا نص القطر يبقى هو ده حسب. بس عشان حضراتكم ايه، لما تيجي تعملي بسبوسه، تعملي البسيسه، تعملي بيتزا، فالعجينه بتقطعيها او كميه البسبوسه اللي بتجهزيها او الكنافه حسب حجم الصينيه اللي عندك. دي بالبداية خالص الرؤية اللي أنا بتكلم عنها، رؤيتك للأكلة حلمت بيها بأي شكل، تخيلتيها بأي شكل، الإبداع وأنت بتعمليها وأنا شغال دلوقتي، الفليفر هيكون إيه؟ هيل ولا ليمون ولا قرفة ولا فانيليا، طعم الشربات، الرؤية إبداع. الفن بقى، الفن وأنا بغرفها بقدمها لأولادي، أبدأ لهم إزاي وأتفنن فيها إزاي. تعالوا مع بعض نبدأ نشتغل ونعمل البسيسة الجميلة أو الكيكة الجميلة الحلوة مع بعض. أول حاجة طبعًا بضرب الـ4 بيضات مع بعض كده بسرعه سريعا، حلو، ادي الـ4 بيضات مع بعض معاهم السكر، حلو، دي مواد كلها مع بعضيها، ومع السكر الزيت، الله، سكر وزيت، حلو الكلام، دول كلهم مع بعض. ممكن استخدم زبده او زيت حسب الرغبه، بنعتذر على وجود السمنه والزبده، حاجه من الاثنين، يا زبده يا زيت، حلو، هنخلط دول مع بعض اهو
كده بسرعه اهو. البيض مع السكر والزيت. اه طعمه الفانيليا عايزينها اساسي طبعا عشان الزفاره بتاعه البيض، لازم الفانيليا. اه كل ده مع بعض يا عم احمد. اه خلطه قويه سريعا. او ده الكلام يطلع معايا بياض البيض شكل كريمي، او البيض مع السكر مع الزيت. اه حلو قوي، شكرا. فين الفانيليا بتاعتنا؟ الفانيليا معانا، نحطها للبيض فورا علشان الريحة والزفارة بتاعت البيض. حلو، اخر شوية فانيليا. حلو الكلام، كل ده مع بعض. اه تعالوا مع بعض الحق الدقيق، المواد الجافة مع بعضيها، دي الذرة الاصفر والدقيق الابيض الاتنين مع بعض. اه اساتذتنا المصورين حبايبي، اتنين نوع من الدقيق، ابيض واصفر. الاصفر دقيق ذرة، والابيض الدقيق القمح بتاعنا العادي، طبعا بتجيبه درجة اولى. اه اللي هو بتاع الحلويات. اه نخلط الاثنين مع بعض. اه البيكنج باودر معلقه، اللي هو تقريبا معلقه اكل. اه مع بعض زي الفل يا عم احمد. تمام شكرا. حد يقول الشيف حط كتير دلوقتي؟ خليها على الله. اه نقلب دول كلهم مع بعض زي الفل. تمام، طول ما في بركه في تسمي بسم الله كده بعون الله تطلع الحاجه زي الفل، اهم حاجه الحب. اه كل ده مع بعضه، كل ده مع بعض. اه دي ابيض بيكنج باودر، دي ذره 2 كوب، دي ابيض 1 كوب بيكنج باودر مع بعض. اه زي الفل. ما تنساش يا عم احمد رشه ملح. الله يبارك لك، حاضر عينيا، ادي رشه ملح مع الخليط، ده اساسي. حلو الكلام، المواد السائله معانا، ركزوا معايا، هنزل بالخليط ده كده اهو. الله، البيض الزيت السكر، البيض والزيت والسكر والفانيليا، ملح في الكيكه علشان المسامات بتاعه الدقيق تطلع معايا الكيكه فيها عمليه توازن بين السكر ونسبه الملح الصغيره اللي انا حاططها. دايما نحط للعجينه، الله ينور يا عمار يا حبيبي استاذ ذواق، دايما نحط مع رشه الملح في العجينه دايما، دي بتساعد على ان العجينه تمط معانا واحنا بنخبزها واحنا بنفرتها، وبتساعد كمان في عمل الكيكه اللي هي بتبقى فيه مسامات في الدقيق بتاعنا، فبواسطه الملح طبعا بيساعد على تفاعل المسامات دي مع بعضيها مع المواد السكريه اللي موجوده في الكيكه. شايفين مع بعض؟ اه يا محبوبه شيف، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ست الكل، وحشني قوي والله. شايفه بعمل البسيسه ازاي؟ اه انا بعشقها والله يا شيف. آه. انا مش عايز احط الحليب غير لما بس اقلب كل ده مع بعضه الاول. عارف يا شيف انا احيانا بحط زبادي. اه الله عليكي، هو ده الشغل، ده الابداع. اه الله يبارك لك. ربنا يخليك حبيبي، امريني يا ست الكل. بص حبيبي من فضلك يا شيف، عايزه اعرف الكلاوي. الكلاوي اعملها ازاي يعني بطريقه كويسه؟ اوكي حبيبي اتفضل. ولو امكنك تقول لي الحواوشي، الحواوشي مش في العجينه، لا في العيش العادي. عايزه الحواوشي تعملي له العجينه في البيت؟ لا مش عايزه العجينه، انا عايزاه في العيش بقى العادي. حاضر عينيا الاثنين. في العيش الشامي. ميرسي يا حبيبي. حاضر عينيا ليك يا ام، تحت امرك حبيبي. ربنا يخليك يا شيف، ربنا يكرمك يا رب. الف سلامه يا روحي، اتفضلي، مع السلامه. ايه الحواوشي؟ الاكله المصريه الجريئه اللي بنقول لها تحيا مصر. الاكله الحواوشي ديت سواء ميكروباص بياكلها، سواء تاكسي بياكلها، انا باكلها، كلنا بناكلها في الزحمه خارجين، جو بتاع مصر الجميل الحلو ده اللي هو الجو الاجتماعي. حلو الكلام، بس اهم حاجه ناكلها بطريقه صحيه، بلاش نلفها في ورق جرايد، ورق مجلات، عندنا ورق زبده، وبلاش الورق الفويل كمان على فكره، غلط. ليه؟ لان هي بتستوي فيه وبتتركن فيه، الركنه ديت البخار اللي بيطلع من الخبزه واللحمه بيتفاعل مع الماده بتاعه الجزير، فبلاشه. يبقى بلاش ورق جرايد، ورق المجلات، بلاش الفويل. اول حاجه بتجيب الرغيف العيش الشامي، تبخيه ميه، طخت ميه جريئه كده. حلو، خليني اقلب دي بسرعه كده، وتجيب حته لحمه هبره فيها نسبه دهون 30%، قرن فلفل حار، وكمان شويه ملح وشويه فلفل، فصين من الثوم، بصله، كل ده يتخلط في الخلاط، تبقى عندنا عجينه اللي هي عجينه الكفته، ولكن تخليها سبايسي شويه، لازم تكون سبايسي شويه، يعني حراقه، يعني الحواوشي جايه من كلمه حاجه محرمشه. حلو، الله الله على الخلطه الجميله ديت. يا مدام ايه ازيك؟ يعني ايه يا شيخ؟ ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله تمام. الحمد لله رب العالمين. انت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله.
بجد احنا نتعلم من حضرتك والله. الله يبارك لك. شيف كنت عايز اعرف طريقة عمل البط. البط مرة واحدة البط يا عينيا. حماتي جاية بكرة ومش عارفة اعمله، عايزة اتعلمني الطبيخ. حماتي جايبة لك بطة هدية؟ وعايزين انا اعملها ومعزومة عندها. فعظيم سلام لحماتي. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا شيخ. انا بشكر كل حما على الهوا تهدي بنتها او جوز بنتها بطايه. ميرسي ربنا يخليك يا شيخ. اشكرك اتفضلي. تحت امرك. طبعا بصوا حاجات جميله بتحصل ولكن بجد بتترك اثر جميل جدا جوه نفوسنا. شويه سمنه بلدي، شويه بيض بلدي، ديكين شامورت متربين فوق السطح جبناهم واحنا جايين يوم الخميس والجمعه من البلد. الناس بتوع الشرقيه، ناس الكره مع عم عمرو، كل ما يجي من الاجازه يقول لي ايه جايب بيض بلدي وشامورت. هتاكل امتى يا شيف؟ وما شفتش حاجه لغايه دلوقتي. وفطير مشلتت. ناس يا عمرو فطير مشلتت ده عازمنا عليه بقالك سنه. الحاجات دي كلها بتيجي هديه جميله جدا نجيبها معانا. حلو الكلام. لما بنجيبها معانا بتترك اثر حلو طول ما احنا بناكل منها، بس تخلص ننسى على طول. ننسى على طول الموضوع، نفكر هنروح امتى نجيبها. حلو الكلام. انا كده كمان والله لما بكون جاي عزمك على مش بقاله سنه فاضي. شفت؟ لا يا عمرو تجيبه، لو ما جبتش الكبير انا هجيبه انا. خلي بالك الا الكبير ما يزعلش مننا. خلي بالك ده عماره ده حبيبي. شفت عدينا البسيسه عملتها ازاي؟ انا حبيت النهارده اعملها في صينيه ارتفاعها 3 سنتي او 4 سنتي زي الفل علشان اقدر اشربها الشربات بتاعنا الجميل. اهم حاجه يا ابو الشيف تكون مامن على الفرن بتاعك درجه حرارته 180. هناخدها كده ونتجول داخل المطبخ بتاعنا ومعايا تيمور حبيبي صباح القشطه. تعالوا نفتح الفرن ونشوف اخباره ايه. درجه الحراره 180، التايم قد ايه؟ 30 35 دقيقه. هتطلع معايا البسيسه زي الفل، تطلع تلاقي الشربات بيقول لها ايه زغروطه. في ارضيه الفرن زي الفل. يلا باي باي. حلو الكلام. البسيسه في الفرن هنسيبها تستوي، هنعمل لها الشربات. الشربات طريقه سهله وبسيطه خالص هنعملها مع بعض، عباره عن سكر وميه ومعانا بيكون معاها فانيليا او قرفه ناعمه او ليمون حسب الرغبه او هيل ناعم. ممكن لا ده ولا ده، عصير برتقان. هنعصر كام برتقان، ناخد الشربات بتاع البرتقان ده نشرب بيه البسيسه بتاعتنا. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الكوردون بلو، نجهز ونحضر لان في شغل كتير على فكره. وانا من الناس اللي مش بيحب الشغل اللي فيه البني بقى، اللي احط فيديو وبصمات، بس اعمل ايه؟ بحبكم لازم اعمله. فانا النهارده هعمله بطريقه مميزه، هخلط ما بين ثلاثه، الثلاثي الدقيق والبقسماط والشوفان الجميل الحلو رقائق الشوفان. فاذا انا هعمل الكوردون بلو بالجبنه والشوفان، ازاي الشوفان ادخله في حشوه الكوردون بلو ده الجديد النهارده مع بعض. نشوف مقاديره على الشاشه بسرعه كده مع بعض. الكوردون بلو معانا صدور دجاج 4 5 حسب عدد افراد الاسره، معانا انواع من الجبنه مختلفه، معانا بقسماط، معانا شوفان، معانا دقيق، ما ننساش انواع من الجبنه والطماطم، الصوص الجميل صوص الطماطم بالريحان مع التومه الجميله. اهم حاجه ما تحرقيش التومه وانت بتحط عليها صوص الطماطم عشان ما تقلبش معاك الطشه، التومه تحمر كده تبقى لونها براون جميل. ننزل بالطماطم الريحان مع علاقه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، عشان نغرق فيها الكوردون بلو في النار وندخله مع الجبنه، هيبقى خطير جدا هيعجبكم. هقول المقادير بالترتيب لحضراتكم، مقادير الكوردون بلو علشان نعرفها ونعملها ونبقى كده دخلنا المطبخ الغرب النهارده. جبنا اشهر اكلات ومشهوره في المطاعم بندفع فيها مبلغ وقدره وفي الاخر نقول ما عرفناش ناكل. لا هناكل من النهارده ان شاء الله. معانا 4 صدور دجاج، انواع من الجبنه، موزاريلا، بارميزان، شيدر. الجبنه اللي موجوده عندك كل مكان ازيد كل مكان احسن، ممكن تحط جبنه كريمي كمان. معانا بقدونس ريحان اخضر، معانا 1/2 كوب من الدقيق، معلقتين بقسماط، 1 كوب من الشوفان، 3 بيضات، زيت للقلي، وللتقديم صوص الطماطم الذهب الاحمر الجميل بتاع المطبخ الايطالي معمول بالريحان مع رشه سكر اللي هو صوص طماطم وتوم وريحان اخضر. شفنا المقادير مع بعض. تكنيك عمل الاكله دي صعب شويه، ممكن بيقابلك شويه مشاكل، ولكن واحنا شغالين هنشوف ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا هنتلاشاها باذن الله. وبعد كده هتعملي الكوردون بلو الحشوه هتنها جوه قاعده معاكي مش هتطلع في الزيت خالص. نسمع كلام الكبير. طبعا كلامي، واحنا من غير الكبير نستاهل حاجه، والكبير قال كلمته من زمان والعالم كله بيشهد له. تحيا يا مصر. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل واسرار البنيهات. في قاعدة الشيف المغذى بتقول ايه؟ اي مادة دهنية مع اي بنيه ما تنضفش خالص، سواء زيت ولا زبدة ولا سمنة، زيت زبدة سمنة. احنا نجري الموضوع هنا، اي مادة دهنية هنستخدمها في تتبيلة الدجاج ده او السمك او اللحمة، ايا كان اسكالوب، اسكالوب فنواز، اسكالوب كوردون بلو، اسكالوب بانيه، الحاجات دي كلها تستخدم زبدة او زيت او سمنة زي ما قلنا مع بعض، هنلاقي ده في فاصل وده في فاصل. فهنتبل الدجاج دلوقتي ونبدا نعمله الحشوه بتاعته ونشوف هنشتغل مع بعض ازاي. احنا مع بعض كده واحده واحده، وتعالوا نعمل التتبيله بتاعه الدجاج. انا هعملها مع حضراتكم كده ايه، في طبق كده جانبا ونشوف. هنجيب طبق صغير، نحط الحشوه بتاعتنا الجبنه اهي كده اهي، ونبشر معانا شويه جبنه كده تانيين. الاكل النهارده والوجبه بتاعتنا النهارده وجبه مهمه جدا، فيها الطماطم، فيها انواع الجبن. معايا طبعا اهل العلم، الشيف يعمل اكل حلو، ولكن اهل العلم معانا النهارده الدكتور سمير نيروز استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه. دكتور سمير ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف، وحشنا والله يا شيف. حبيبي والله تفين. وعايشني جدا، فتره كبيره ما سمعناش صوت بعض. ربنا يخليك دايما حبيبي. انت في البال وفي الخاطر حبيبي، ما ربنا ما يحرمش منك يا رب، واديك طول العمر والصحه. ان انت بتعمل للمشاهدين حاجات جميلة جدا جدا وحاجات صحية، ربنا يخليك. الله يبارك لك يا دكتور سمير. انا النهاردة الطماطم اتفضل يا دكتور سمير، انا عازمك على الاكل ده النهاردة. بعمل شوية جبن كده احشي بهم الكوردون بلو، اللي طبعا ممكن نحشيه لحمة باردة او جبنة، وبتعمل مع صوص الطماطم. في سؤال مهم جدا، الصغيرين مش بيحبوا الطماطم، مش عارف ليه. هل عشان لونها احمر؟ له علاقة ان هو بيخوف بلون الدم، الله اعلم يعني، فازاي نحببهم في الطماطم؟ لا، هو القصة كلها يعني ان احنا بنوجه كلامنا للسيدات المشاهدات. لان الام هي اللي ممكن، يعني انت واخد بالك، هي اللي ممكن تطلع الطفل يحب الطماطم، يحب الجبنة. يعني هو طفل صغير بتولد عبارة عن خامة بيتم تشكيلها على يد الام اللي هي الإنسانة العظيمة. أمال قالوا الجنة تحت أقدام الأمهات ليه؟ لأن هي على دور كبير جدا بالنسبة لابنها أو بنتها، هي اللي هتعلمها تاكل صح. هي يعني في أمهات تستسر، الواد عاوز ياكل تقلي له شوية بطاطس وسدها. يعني ما فكرتش مرة يعني إن احنا الطماطم، الحاجات الصحية، الأكل الصحي. الطماطم من الحاجات المفيدة جدا جدا. وبعدين هتيجي تبص تلاقي الشباب بتوع الايام ده في كتير منهم ما بيحبوش الطماطم كسلطه، او ما بيحبوش السلطه اصلا. فاحنا ممكن نقدم الطماطم في اكتر من صوره، ممكن عصير طماطم، ممكن اقطع طماطم شرايح واديها له مع الساندوتش، اما اعمل له ساندوتش جبنه او ساندوتش اي حاجه احط فيها شرايح طماطم مع البرجر مثلا، سايس طماطم مع الجبنه بما انه بيحب الجبنه. ده كلام جميل. يعني ممكن نستخدم الطماطم كسناك مثلا بين الوجبات، اقطع له طماطم كسناك. صوص الطماطم اضيفه على المكرونه. لا، صوص الطماطم ده انا عامل صوص طماطم خطير النهارده مع كوردون بلو بمناسبه صوص الطماطم. والله ربنا يخليك. يا ريت الستات اللي شايفين سيادتك، صوص الطماطم ده نضيفه على الكوردون بلو مع الزعتر. مع الزعتر يعني اضيفه على المكرونه، طبعا الاولاد بيحب. ممكن اضيف قطع طماطم على البطاطس، بطاطس مشويه، بطاطس مسلوقه. حلو. ممكن استخدم واخد بالك، اتفضل، اضيف طماطم على الشوربه. ممكن اعمل صلصه اصلا اعملها من الطماطم. طباخ شاطر انت يا دكتور سمير، ما شاء الله، في تنافس. لا افكارك حلوه بجد. والله انت عارف الطبيخ ده ذوق، علم، فن، مظبوط، ابتكار. والله انا عامل مقوله يعني وصلت لاخر بلاد المسلمين، في الصين، في اليابان. المطبخ رؤيه وابداع وفن، عن نايل لايف. طبعا الرؤيه، رؤيتك للاكله هتعمل ايه ودورها ايه؟ عايزين نقول لهم، الطماطم بنعمل ايه. مظبوط. اولا الطماطم مهمه جدا لصحه الجلد، والستات بتوعنا عارفين كويس قوي الجلد ده هو يعني اما يبقى جلدها مش صحي بتبقى متضايقه. ده لدرجه ان في بعض الوصفات يقول لك اشر الطماطم، خد قشر الطماطم وحطه على وشك لمده 10 دقائق. حلو. طبعا يتحط بحيث الناحيه الخشنه تبقى ناحيه الجلد يعني مش كويس.
لمدة 10 دقايق. طب ايه علاقة الطماطم بالجلد؟ حلو. قال لك نمرة واحد فيها فيتامين ألف، فيها بيتا كاروتين. البيتا كاروتين ده مهم جدا، بيحمي الجلد من أشعة الشمس. يعني طبعا أشعة الشمس دي مؤذية، والأشعة الفوق البنفسجية مؤذية للجلد. الطماطم فيها مادة اللايكوبين اللي هي المادة الحمراء. اللايكوبين ده مفيد جدا جدا للحماية من ضربات الشمس أو من لسعات الشمس وتأثيرها على الجلد، فبتساعد على المحافظة على ان الجلد ان يحصل له ترهلات، يحصل له تجاعيد، شيخوخة الجلد. اهم حاجة في الطماطم اللون الاحمر. اللون الاحمر ده بالنسبة لي شيء مهم جدا، نتيجة وجود اللايكوبين. يا ريت الناس كلها تعرف كلمة اللايكوبين. المادة الحمراء دي بتعمل جسم من اقوى انواع الخلايا المدمرة السرطان. السرطان ده لو الست تعرف ان الطماطم بنعلم ابنها طماطم، الطماطم بيمنع تكاثر اي خلايا بتتجنن. يعني دايما كل يوم عندنا في خلايا بتتجنن. بنتعامل معها ازاي؟ الجهاز المناعي. عندنا كل ده في الطماطم احنا ما نعرفش يا دكتور سمير. تمام. يعني ثبت ان في علاقة ما بين اللايكوبين اللي هو موجود في الطماطم والحماية من بعض انواع السرطانات زي سرطان المعدة، سرطان القولون، سرطان البروستاتا، وده كلام جميل. هقول بسرعة ايه تاني الطماطم؟ بتحافظ على صحة العظم، العظام. كل ده في الطماطم. طبعا لانها غنية بالكالسيوم وفيها فيتامين ك، ده مهم للنمو والمحافظة على العظام. طب هقول تاني مهمة جدا للشعر. الشعر كمان. طبعا. الطماطم. عشان كده الناس بتحب تشرب، البنات يشربوا عصير طماطم. ده انت عارف فيتامين ألف، لانها غنية فيتامين ألف. البيتا كاروتين بتخلي الشعر قوي، بتخلي الشعر قوي، ما بيتقصفش، بيخليه لامع. ده مش كده وبس، احنا بنقول ان الطماطم مفيدة لصحة العين، للنظر. تحمي من الإصابة. يعني ناس ساعات بيبقى حتى المرض اسمه العشر ليلي. يعني يجي يقول لك يجي الليل يتعشى وينام، لانه هو ما بيشوفش بالليل، نظره ضعيف بالليل. اكل الطماطم بيحمي من الاصابه بعدم القدره على الرؤيه الجيده اثناء الظلام. شوربه الطماطم يا دكتور سمير خطيره جدا. طبعا شوربه الطماطم. انت تعرف لما بقى على السياره يا شيف يجي يقولوا لي تشرب ايه؟ طبعا انا ماليش في المشروبات الغازيه نهائي. بطلب عصير طماطم. عصير طماطم. يعني طب المادة الحافظة اللي في العصير الطماطم يا دكتور سمير مفيش منها ضرر؟ مفيش؟ طبعا الطماطم الفريش دايما تقول للأمهات والزمان بتوعي الطماطم الفريش لا علوم يعني لا غنى عنها. في بعض الطائرات الأجنبية على فكرة، يعني لما بنكون على رحلة على طيارة بيبقى عندهم عصير فريش طماطم. مظبوط. الناس عارفة إن الطماطم دي مشروب صحي جدا. مظبوط طبعا. في مدرسين علم التغذية. طبعا. في بحث حديث قريته عن دور الطماطم في تقليل مخاطر ضمور الشبكيه، ودي بتحصل مع تقدم السن، بتبتدي الشبكيه تضمر، وضمور الشبكيه ده بيأثر على النظر، ودي حاله خطيره جدا. الطماطم بتخلي الشبكيه قويه، شبكيه العين، وتخلي النظر قوي. الناس اللي بتحصل لهم حصوات في الكلى، حصوات الكلى، عصير الطماطم من الحاجات اللي هي بتساعد على الوقاية من حصوات الكلى وحصوات المرارة. دراسات كتير قالت هذا الكلام. بعدك هقول حاجة مهمة جدا. فضل. هل الطماطم لها دور في النظام الغذائي في برامج التخسيس وتقليل الوزن؟ لقوا ان ادخال الطماطم من الحاجات الجميلة جدا. اولا لان سعراتها قليلة. نمرة اثنين لانها غنية بالالياف، بتساعد على الاحساس بالشبع، بتساعد على واخد بالك ان الواحد ما بياكلش كتير. وفيها ميه، فطبعا غنيه بالميه، انها بتخلي يعني الطماطم وجبه مشبعه، وجبه غنيه بالمياه، وجبه صحيه غنيه جدا بالعناصر الغذائيه، ومنها الفيتامين الف وفيتامين ج وفيتامين ك. بيض ارضك المعادن زي البوتاسيوم. اجمل حاجه ان هي ما فيهاش ملح، صوديوم. الطماطم طبعا يعني نسبه الملح فيها قليل. اللي عنده مشكله مع الاملاح، لان معلومه مهمه جدا انا اول مره اعرفها، يقول لك اللي عنده املاح ما ياكلش طماطم كتير. ده بالعكس،
ايوه فقيره في الصوديوم ما فيهاش كوليسترول، ما فيهاش دهون مشبعه، يعني هي عباره عن وجبه مثاليه للصحه وغنيه جدا بفيتامين ب المركب، يعني كل معظم عناصر البي المركب فيها زي فيتامين بي 6 والثيامين والنياسين، يعني فيها فيها مغنيسيوم، فيها معادن المغنيسيوم والفوسفور والنحاس، ده انت بنعتبر طماطم مستودع، مستودع معادن على حسب تعبيرك يا طماطم على فكره كتير من الحاجات الجميله، اقطع طماطم شرايح، اجيب جبنه موزاريلا او جبنه يعني لا ده انا احب الطماطم مع الثوم وزيت الزيتون يا دكتور وشوف الله الله اوعى وشك الله ويا سلام لو جبنه الموزاريلا الفريش الله انا عاوز اقول لك كده جبنه انا كلتها في ايطاليا كده مظبوط عارف عندهم الموزاريلا الكابوتش جايه من المعمل على مزبوط. المطبخ حلو واخد بالك دكتور سمير انا عازمك على السلطه دي بس وعدني تجي لنا ان شاء الله على النايل لايف ان شاء الله بجد السلطه دي انا بحبها جدا اشكرك بجد بجد لان المشاهدين بتوعك وحشوني وتحشوني جدا جدا على راسي من فوق اشكرك يا دكتور سمير وكل سنه وانت طيب شكرا يا دكتور سمير الف سلام شكرا جزيلا نشكر طبعا استاذنا وحبيبي الدكتور سمير نيروز استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه عملت ايه ابو الشيف عماره بيسالني مش بقول لك انك ذوق طبعا شفنا الزلزال من شويه انا واخويا وليد الشافعي حبيبي جه شفتوا الزلزال ده زلزال البسيسة عملناها بنوعين من الدقيق الاصفر والدقيق الابيض الاثنين مع بعض خلطناهم مع اربع بيضات مادة دهنية كان زيت السكر واحد كوب الحليب واحد كوب بيكنج باودر معلقة طلع معايا الشكل الجميل الحلو ده كده كله بيتساءل دلوقتي اللون الاصفر ده جه منين صح بجد قولوا شكرا يا شيف كم واحد بيسأل اللون الاصفر تقريبا نقول 90 مليون 100 مليون بالوطن العربي 120 مليون بالعالم الخارجي كله حلو اللون الاصفر ده جاء من الزعفران حطيته على السكر والشربات وشويه هيل نعمين اقول تاني شربات السكر اللي انا عملته اللي كان بيغلي على النار حطيت فيه عقده الزعفران مع بشره هيل ناعم حولتها للمطبخ العربي الخليجي اللي انا بوجه له التحيه بقت خدت الطعم الجميل الحلو فانا بسيبها لما تبرد وعشان تشوفها استوت ولا ما استوتش وانت واقفه كده في المطبخ شفنا مع بعض بنعمل ايه اهو طلع هنا التسبيكس بتاعي او الخله طلعت ما فيهاش بواقي من الكيكه معناته ان هي استوت وزي الفل شايفين حتى الخرم معلم طبعا معايا فرسان التلفزيون المصري العدسه الجميله المحترفين الاساتذه اللي كل القنوات الفضائيه مبنيه على المصورين بتوع التلفزيون الجميل بنصدر ده جامعه كبيره اهو شايفين مكان التسبيكس معلم في البسيسه معناته ان هي واخده السوى بتاعها لو معلمش يبقى لسه ايه بتلم مع بقى شايفين حتى السميد بدا يطلع على الوش ازاي حلو الكلام الف انا وشفا معانا صوص الطماطم الخطير تعالوا مع بعض نشتغل في الحاجه اللي انا مش بحبها مش بحبها والله الكوردون بلو ده والحاجات البنيه بس انا بحبه علشان انتوا بتحبوه الحشوه عملتها ثلاث انواع جبنه معاها بقدونس وريحان حطيت بياض بيضه معلقتين دقيق هم السر هنا هم دول الكابتن بتوع الفريق علشان الحشوه تقعد جوه الدجاج معلقه دقيق مع بياض بيضه مع الجبنه كل ده مع بعض ومع شوية بهارات حطيناهم مع بعض فيهم البابريكا والكركم هاخد الحشوة الجميلة هفتح صدور الدجاج ده على شكل جيب ادخل الحشوة جوه واطلع بايدي انا اسف وبعد كده اغلفها في البقسماط والدقيق والبيض وبعد كده اسيبها شوية واقليها في وسط زبدة وزيت واغرقها بعد كده مع صوص الطماطم عينيا والله جيت في وقتك يا عمارة يا احمد بتحبنا انت نسمع كلام الكبير والكبير قال كلمته من زمان تحيا مصر تروحوا بعيد تابعوني ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الحاجة اللي مش بحبها بعد ما طلعنا الفاصل استاذ المخرج عمارة بيقول لي اول مرة تقول لي حاجة مش بحبها انا عارف انك بتحب كل حاجة يا شيف نفسك حلوة طبعا قلت له ماشي ما اعرفش هو بيرمي ليه بس ماشي اوكي البني ده لما بشتغل بص يا عمارة لا اعرف ارد على تليفون ولا اعرف اسلم وحاسس ان انا واقف كده مكتوف اليد معانا دقيق ومعانا بيض ومعانا جبنه ومعانا دجاج فهو حظر تجول في المكان عشان كده مش بحبه انا شويه بحب الحريه شويه فانا خلونا ايه نشتغل مع بعض ونشوف ايه القصه هنا انا خلطت ثلاث حاجات مع بعض شوفان بدل رقائق الذره على اللي عارفينها اللي هو الكورن فليكس احنا كنا عملناه قبل كده خدت الشوفان وخدت الدقيق وخدت البقسماط حطيت عليهم شويه بهارات حلوين بابريكا فلفل زعتر وخلطتهم مع بعض بقى عندي بالشكل ده نخليه على جنب صدور الدجاج جبناها وعملنا الحشوه مع بعض قبل ما نطلع الفاصل وفتحناها شكل جيب شايفين هنا قاعده ثابته واثق الخطوات يمشي ملكا جوه
جبنه تشكيله معاها بياض بيضه معاها معلقتين دقيق عصره ليمون شويه بهارات ودخلتها جوه كده اهي شايف الجو ده كده واحطها هنا وارجع اشيلها من هنا احطها في البيض خلوا بالكم شايفين الجو ده كده الله حد يقول لي يا شيف احمد ما تبلتش الدجاج ليه ما احنا عاملين صوص طماطم خطير جدا على فكره هياخد غلوه فيه ايه المشكله نجري كده على صدر الدجاجه ونفتحه كده اهو شايفين ازاي صدر الدجاجه عندنا في حته عاليه وفي حته واطيه وفي هنا السيره الجميله اللي هي الموزه بتاعه الصدر انا خدتها طبعا اديتها لعناني شلتهم على جنب كده في مره اعملهم كفته اعملهم حاجه مقليه كده اعملهم بانيه حسب ما احنا عايزين السيره اللي تبقى هنا دي هنشيلها خالص مش عايزينها فارفعيها خالص من الايه من الصدر وتاخد الصدر فين حته تخينه شويه وحته خفيفه تيجي على الناحيه اللي هي السميكه ديت اهي دي اللي هتفتحي منها دي اللي انت هتفتحي منها دي مهمه جدا ما تفتحيش من هنا عشان مش هتتحمل الفتحه بتاعه الجيب تيجي تفتحها من هنا اهو بالشكل ده كده اهو شفت من فوق كده تفتحي جيب اهو جيب اهو بالسكينه كده حلو احنا فاتحين جيب هنا كمان اهو نفس القصه اهو ناخد كده بالشكل ده كده ونحط الحشوه اهو شايفين ونحشيها كده اهو تاخد الحشوه وتدخلها جوه كده بسرعه اهو وتقفلها كده في قبضه ايدك زي الفل اهو نعمل كمان واحده اخيره اهي فتحه الجيب اهي ده الكوردون بلو باختصار حد بيقول لي دلوقتي طب انا مش بحب الجبنه يا عم احمد وعامله دايت مش حابه الجبن ممكن تحشيها خضار مشروم هاتي مشروم قطعيه واعملي فيه اللي انا عملته ده كده عصره ليمون تتبيله ودخليه نفس القصه اهي صدر الدجاجه هنا ما هو الا حاس ان هو كبر شويه ومنفوخ شويه والحشوه جوه شايفين نحطه هنا خلص الموضوع موضوع بسيط جدا وسهل تعالوا مع بعض نعمل المرحله الثانيه ايه هي المرحله الثانيه شيل الحاجات دي كده انا مش عايزها التركبه دي معانا اتصال يا مدام مريم انسه يا سيف انسه مريم ازيك ربنا يسعدك يا رب ازي حضرتك الحمد لله رب العالمين تسلم ايديك الله يسلمك كنت عايزه من حضرتك بس يا سيف قرارة كفته الفراخ بس على طريقتك انت عيني حاضر كفتة الفراخ حاضر يا ست الكل نعمل نجيب دجاج مفروم اللي هي الصدور دي اي سؤال تاني يا ست الكل لا شكرا يا ست. شكرا يا جميل تعالوا مع بعض نجيب دجاج مفروم نحط عليه كرفس نحط عليه شبت نحط عليه بقدونس فرمنا الدجاج بعد ما نفرمه كويس ايه اللي بيحصل يا عم احمد نحط له بطاطسية مهروسة ومعلقتين دقيق ونعمل خلطة جميلة جدا كده زي الفل ونقلبها كويس ونجيب اللي انا بعمله دلوقتي بيض والخلطه الجميله اللي انا عملتها ده هي طالما هي من ايدي بصمات وشوفان ودي نحط لهم شويه توابل شايفين البيض اهو حد هيقول لي دلوقتي ليه حطيتها رجعتها تاني احنا شايفين في العاده بتحطها في الدقيق والبيض والبصمات ما انا خلط الدقيق هنا اهو واشتغل كده اهو زي الفل واحده واحده ما البيض مش عايزه خلاص اهو اجيب دول كده على جنب وتعالوا مع بعض اهو شايفين واضغط بالراحه كده وانا بضغط اخلي ايدي كده زي الايه شكل الهرم اهو كده شايفين اهو 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 سفينه اهو تحت ايدي اهو 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 شايفين اهو زي الفل تمام اهو واضغط جامد اهو زي الفل المفروض ده يتحط في الفريزر شويه او في الثلاجه شويه الله احنا بناكله في المطاعم بره ما بيكونش مستوي اهو شايفين اللي ياكل دي بقى فيها كل حاجه فيها الجبنه فيها صوص الطماطم خطيره جدا اهو نخليها هنا كده زي الفل يا مدام ايمان ازيك ازاي حضرتك حلو قوي طريقه الفراخ اللي حضرتك عاملها دي الفراخ اهي ده الكوردون بلو يا ست الكل جديد قوي سهل جدا وبسيط حلو قوي بالصدور بس يتعمل صدور حلو قوي تحت امرك اتفضلي لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه الحواوشي الحواوشي حاضر عينيا حاضر يا ست الكل الحواوشي نجيب حته لحمه زي ما قلت قبل كده في حلقات كتيره ولكن كل مره ممكن نقوله بطريقه مختلفه وبطعم تاني اللي هي ايه حته لحمه ملبسه وعايز رغيف حواوشي حلو المحلات بره بتعمل ايه بتجيب اللية بتاعه الخروف وتفرم لية مع اللحمه المفرومه تقوم اللحمه تكون دسمه شويه وفلفل حار مع فلفل اسود مع كمون مع ثوم مع بصل كل ده مع بعض يا عم احمد وفي الاخر بتجيب رغيف عيش شامي او عيش بلدي او عيش من الفرن او حته عجينه من الفرن اللي جنبينا او اللي نعمل العجينه في البيت مفيش مشكله عباره عن دي ورشه ملح ورشه سكر الله الله على الدجاج ده تعبت جد والله يا تامر بحبوش اعمل ايه اهو نقلع بقى اللفظ ده كده عشان ده مشكله خلي بالكم اهو
زي الفل، خلصنا. عندنا الزيت بيسخن، نشيل ده كده. نعم، ده ما يترميش ابدا، ولو رميتيه ازعل منك كده. احنا مبذرين، لا البيض ولا الخلطه دي تترمي. لازم تاني يوم طالما بتتفرجي على شيف ونص، الاخت سالت من شويه عن كفته الدجاج او كفته اللحمه، كل الماتيريال ده هتستخدميه بشكل جديد وبطعم جديد واكله جديده خالص. بياض البيض اللي عندنا ده هتخليه على جنب في الثلاجه. الخلطه الجميله هتجيبيها وتشيل الحاجات الخشنه منها وتشيلها في الفريزر لتاني يوم. خلصنا كده. تاني يوم هتجيبي حته لحمه تبليها، حته كفته حلوه، بصله مبشوره، طماطمايه مبشوره، شويه بهارات، قرن فلفل حار. عملتي حته كفته هتجيبيها وتصبعيها كده، تعمليها اقراص جميله، تحطها في البيض وتحطها في الدقيق زي ما عملتي في الدجاج، وتبقى عملتي لاولادك حاجه زي البفتيك الجميل الحلو المقلي مع سلايس جبنه. اوعى وشك. دي كلها افكار لازم تعمليها لاولادك اذا انت بتحبيهم. لازم التغيير والتجديد مهم جدا. احط الزيت على النار يسخن، زيت وزبده. هنا بقى الفن في القلي، زيت وزبده، لازم زيت وزبده الاثنين مع بعض. والزيت والزبده ما يكونش كتير، يعني يا دوبك يكون ارتفاع نص القطعه بتاعه الدجاج اللي انا عاملها، علشان الجبنه ما تفكش في قلب الخلطه دي، مهمه جدا. اهو ادي الدجاج معايا جاهز زي الفل، المفروض يتحط في الفريزر شويه، بس طبعا انتوا عارفين شيف ونص شاطر مش هتفرق معاه يتحط في الفريزر ولا لا، المهم ان احنا هنحمره دلوقتي ونشوفه مع بعض. رش الميه، نظافه مش عداوه، خلوا بالكم. اه بسرعه كده زي الفل، انا احب اشتغل في المكان وهو نظيف. معانا صوص طماطم خطير جدا على فكره، هنغرق فيه الكوردون بلو ده بعد ما نسويه بالظبط او نقدمه معاه، مفيش مشكله. طبق مكرونه سباكيتي عادي، طبق رز ابيض بسمتي زي الفل، المهم ان يكون في طبق نشويات، بطاطس بوريه، خضار سوتيه حسب الرغبه وحسب انت ما بتحبي. هنحط شويه سمنه هنا مع الزيت. الله زي الفل، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب استر. ادي الزيت هنا واتسخن مع السمنه. حد دلوقتي من اللي البنوتات الحلوين يقولوا لنا طب هنعرف الزيت سخن ازاي يا شيف احمد؟ سؤال في غايه الاهميه. بما ان انا بعمل دجاج، بما ان انا شغال، كل انا اعمله هاخد الليمونه الجميله الحلوه دي كده واخد نص ليمونه حلو. انا كل شويه اعملها حجه واجي جنب البسيسه اتفرج عليها على اللون الجميل الحلو اللي بيفكرني بالسفوف. في اكله اسمها السفوف بتتعمل من السميد في المطبخ اللبناني، سفوف يعني حاجه زي الهريسه كده بس عاليه، جميله جدا، بيبقى لونها فعلا كركم مش زعفران. السفوف دي بتتعمل بالسميد والكركم، خطيره جدا، ممكن تاكلي 3 4 قطع مع الشاي، حلوه قوي. شايفين ادي نص الليمونه في قلب الزيت. خلصنا كده بقى، نبدا نحمر. بسم الله، اللهم صل على النبي. الله، لازم زيت يكون هادي شويه عشان الدجاج ما يتحرقش. الله، اساتذه المصورين حبايبي، 3 كفايه؟ حاضر يا عماره. ليه البخل ده يا عماره؟ بيقول لي 3 كفايه يا شيف علشان الوقت. لا ماشي، نشيل دي في الفريزر؟ ماشي. نقول لست البيت ازاي تشيل ده؟ وارد، وده بيحصل طبعا في كل البيوت، احنا العرب والمصريين كرمة. اتصل بيكي جوزك دلوقتي وانت عملت ده وجهزتيه ولسه ما اتحطش في الزيت، هتعملي ايه؟ زي ما هو كده، وده بيحصل، بتكوني مجهزه اكل وجوزك قبض مكافاه وربنا كرمه وفتحها عليه، فقال اعزم الاولاد النهارده على الغدا وعلى العشاء، فانتوا بتعملي ايه؟ هتاخديها زي ما هي كده زي الفل، ما بيعزمش حد؟ لا بنعزم ان شاء الله يا عماره والله. هناخدها زي ما هي كده، ترشي عليها شويه دقيق وشويه خلطه من اللي انا عاملهم في الارضيه، وتلفيها ببلاستيك، وتلفيها ببلاستيك كويس، وتشيلها في الفريزر، تقعد معاكي اسبوع 10 ايام 15 يوم على مسؤوليتي زي ما هي. هف المزاج وقال لك خلاص الاشياء مش معدن، طلعي اللي عندك، اطلعي بالايه؟ بالجيش بتاعك اللي في الفريزر، شويه سمبوسه، شويه كبه، شويه دجاج، اطلعي بكل الحاجات اللي انت مخزناها وهتطلعيها تفك كده في المطبخ زي ما هي كده زي الفل، وتبداي تقليها وتقدميها مع صوص طماطم مع وايت صوص حسب الرغبه، مفيش مشكله، عندي زي الفل، تقدري تشيلها في الفريزر عادي خالص. يا مدام اميمه، يا شيف احمد، ازاي نعرف نخزن الكوردون بلو عشان المناسبات والظروف الصعبه؟ والله تسلم ايديك، الله يبارك، نعمه بجد الواحد اللي بيتفرج ويسمعك الصراحه، الله يسترها عليك يا رب. أيوة، معلومه غير معلومه دايما. ايوه طبعا، الله يبارك لك. طبعا عمريني. ربنا يخليك يا رب. نفسي اعمل كبيبه ما تفكش، كبيبه ما تفكش. يبقى جيبي حته لحمه من عند الجزار فيها نسبه دهون قليله. باللحمه الجملي؟ نعم.
الكبيبه باللحمه الجملي. ممكن تعمليها باللحمه الجملي. الجمل هيقول لا. ابو الصبر كله ربنا يخليك يا رب. ممكن نعمل الكبيبه باللحم الجملي، نشوف مقاديرها مع بعض. مقادير الكبيبه هنجيب كيلو لحم جملي ونجيبه من عند جزار معرفه، عشان لحم الجمال ده حساس شويه، في ناس ما بتتبعش الجمل الا لما يتعرض لظروف صحيه. انا بقول اهو، بيقول لك كل ما يكبر كل ما لحمه يزيد كل ما بيع كتير. هو الجمل بيخسرنا حاجه؟ ده اكتر واحد ما بيقولش لا عايز اشرب ولا عايز اكل. الجمل صبور جدا، حلو الكلام، ممكن ياكل الاكله تقعد في معدته شهر، وبيعلمنا الصبر الجمل. المهم نجيب اللحمه من مصدر مضمون وامان، اللحمه الجملي بالذات، وانا تحتها خط، نجيبها فيها نسبه دهون 20%، مش دهون كتيره. ونجيب البرغل ننقعه مع قرفه ناعمه مع بصلايه مع عدن نعناع اخضر، ده البرغل منقوع، اللحم الجملي جاهز، نخلط الاثنين على بعض كويس. النسبه قد ايه؟ كيلو لحم جملي معاه كيلو برغل، كيلو برغل قبل النعم، النسبه قديتين بالظبط، قد الاثنين بالظبط. نخلط ده كله مع بعضه في الكبه او في او المفرمه، نفرمها مره واثنين وثلاثه، بقى عندنا عجينه طريه جدا. بنقدر نعجنها بمكعبين من الثلج علشان البرغل يفك شويه، ونخلي العجينه، نبدا نعملها مقليه، نعملها صينيه، نعملها كبه باللبن، شكريه لبن امه، كبيبه بالطماطم، زي ما انت عايزه، كبه بالصينيه محشيه سنوبر، كبه ثنائيه، زي ما انت عايزه، مفيش مشكله، حسب الرغبه. عينيا الاثنين يا كبير، ده وقته كلام. شفتوا كلام بقى؟ الله الله. مش هختم قبل ما اشوف الكرد البلوي يا عماره، بعد اذنك معلش. انا مش بكسر كلام الكبير ولا حاجه، عشان بحبكم. كده استوى، ناخد صوص طماطم نحطه هنا كده بسرعه مع بعض، وتعالوا ازاي نغرف الكوردون بلو. لا فك مني في الزيت ولا حصل اي مواقف ولا اي حاجه، زي الفل تمام. هناخد صوص طماطم عندي هنا زي الفل، اخلي ده كده عشان الضيوف. الله، اوعى اوعى. ادي صوص الطماطم اللي بدانا بيه الحلقه بتاعتنا، وعرفنا فوائد الطماطم فيه، نقدر نشربه شوربه، نقدمه مع اكلات كتير احنا حبينا. ادي صوص طماطم في ارضيه الطبق بتاعنا كده، زي شغل المطاعم اللي بنشوفه، زي الفل تمام. وتعالوا نطلع الكوردون بلو بسرعه زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. فين الحشوه؟ فين الجبنه؟ ولا جايبه خبر، انسى انسى يا باشا انسى. اوديها عند تامر وترجع لي زي الفل. الله، شايفين رقائق الشوفان جميله؟ شايفين البقسماط جميل؟ الله، اللهم صل على النبي. قبل كل حاجه ارفعي الزيت على جنب، ما تستعجليش، عشان عندك اطفال حلوين يخشوا عليك المطبخ دلوقتي يعملوا ايه زلزال. الله، حلو قوي. خلص معايا الدجاج. الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اوعى وشك، حلو. ودي كمان، الله، ده الكوردون بلو بطريقه الشيف المغازي، والطعم الجميل طعم تاني. البرزنتيشن بتاعنا ريحان اخضر ماشي، نعناع اخضر ماشي، حسب ما احنا عايزين مفيش مشكله. المهم ان البرزنتيشن ده ذوقك انت، حسب ما انت عايزه، ممكن ما تحطيش حاجه خالص، الحب بيبان كده ولا كده في الطبق لما بتغرفيه من طعمه واهتمامك بيه. عندنا الكوردون بلو قبل وبعد تقدري تخزنيه في الثلاجه في الفريزر لمده 15 يوم، ويبقى مازمبلاس وتحضير، زي الكبيبه، زي السمبوسه، زي الاسبرينج رولز، زي الفطاير، عملناها اهوت، نشيله في الفريزر يتغلب ببلاستيك وتحط اسبوع 10 ايام مفيش مشكله. حمرناه في قلب الزيت وزبده، لازم يتحمر بالشكل الجميل الحلو ده كده، ونغرقه ونغلفه ونتوجه مع صوص طماطم خطير جدا بالريحان. وعرفنا القيمه الغذائيه طبعا من المعلومه اللي قالها لنا طبعا حبيب الدكتور سمير نيروز. اذا في البرنامج بتاعنا احنا مش حارمينكم من حاجه، اكله جميله حلوه بطعم كتير، وعندنا هرم غذائي فيها، وكمان معلومه طبيه بنستفيد بيها. كانت السفوف، قصدي كانت البسيسه جميله جدا، الكوردون بلو. اذا انت اللي تقولوا مش انا، واستحق ولا استحق. المطبخ على شاشه النايل لايف، الرؤيه والابداع والفن، حصريا مع الشيف المغازي.